باشا. اتفضلوا اقعد. اولا انا برحب بيكم وبالسادة رؤساء الادارات المختلفة، مهندس جلال مدير الادارة الهندسية اللي لسه راجع من الاجازة النهاردة. ومع ذلك يا فندم اصريت ان انا اجي واحضر الاجتماع بنفسي علشان ابارك لسعادتك. اكيد يا فندم احنا محظوظين، محظوظين ان الحي بتاعنا يتشرف بمدير عام زي سعادتك كده. والله يا فندم سمعت سعادتك سبقاك، وان شاء الله العمل في الحي بتاعنا يتطور على دين سعادتك وتبقى كل المباني ناطحة سحاب. مع انه يا باشمهندس على حد علمي يعني الحي ده بالذات ممنوع فيه بناء ناطحات سحاب، ولا ايه يا باشمهندس؟ هو الحقيقه انا قصدي يعني ان عموما كل ده هنفحصه على مهلنا، وهنفتح كل الدفاتر القديمه واراجعها بنفسي، واي خطا اي خطا مش هسيبه حتى لو كان حصل قبلية. والباشمهندس مصطفى مدير التراخيص تحت امرك يا فندم. تحت امرك. الله يخليك. اتفضل ارتاح ارتاح. كلنا هنا تحت امر العمل واللوائح. انا نويت اقسم الحي الى قطاعات، وكل رئيس قطاع هيبقى له كل الصلاحيات، وهيكون مسؤول قانونا عن كل مبنى ينشا جديد. القانون لازم يحترم، اظن مفهوم، ويطبق على الكبير قبل الصغير، وكل المخالفات هتتراجع ويتحدد المسؤول عنها. طبعا يا شوقي بيه، ده اللي كان بينادي بيه السيد المدير العام اللي قبل سيادتك، ده قبل ربنا ما يفتكره. انا اللي يهمني دلوقتي اغير وجه الحي، المطبات والحفر لازم تختفي من الشوارع، الارصفة لازم تحترم، فاهم؟ لازم تحترم. أعمدة النور، التشجير، البلاعات. ايوه يا فندم، بس البلاعات دي مسؤولية المجاري. والعواميد بتوع النور تبع وزارة الكهرباء باي، والتشجير تبع هيئة التجميل والنظافة. أنا بقى مش هستنى لما حد تاني يجي ويعمل شغلي في الحي، لا، احنا هنعتبر نفسنا مسؤولين عن كل شيء في الحي. أنا عايز الحي بتاعنا يبقى أحسن الأحياء. طبعا يا فندم طبعا، لأن دي في وشنا قبل ما تبقى في وش سعادتك. هو بس المشكلة إن الاعتمادات كفاية وزيادة يا سعيد. ده لو قللنا عمليات الديكورات والسيارات الخاصة واللازم منه، وكمان إحنا مش هندي شغلنا للمقاولين، هتشرفوا بنفسكم على العمل. موقعنا هنا أساسه خدمة الجماهير، مش القعدة ورا المكاتب وقفل أبوابها في وشهم ووقفهم طوابير. طبعا كلام سيادتك والله كله دور وزبرجد يا فندم، وده اللي أنا كنت بنادي بيه بقالي سنين. نيجي بقى للوائح التنظيمية. مدام عزيزة ومدام فتحية مخصوم لكل واحدة 3 أيام. طبعا أنتوا عارفين ليه. ليه تخصم مننا؟ ده احنا ولاية. ده احنا عمرنا ما تخصم مننا حاجة. معلش انا مش عايز اي تعليق، بالعكس انا كنت رحيم بيكم، ولو كنت حولتكم للتحقيق كان الجزاء هيبقى اكبر من كده بكتير. ولازم تفهموا ان مكان العمل ده مقدس، ولازم كلنا نحترمه ونشتغل ونحلل المرتب اللي بناخده. انما مرزوق بقى فانا حولته على المجاري، وانا واثق انه هيختلس من المجاري، بس يختلس ايه الله اعلم. واي موظف هيعمل زيه او يحاول يدعي المرض والعبط هكسحه من هنا، وما عنديش استثناءات في المساله دي ابدا. يا سلام يا سلام، احنا يا فندم ربنا اكرمنا بسعادتك، لان احنا كنا محتاجين من زمان الى يد حازمه بالشكل ده يا جماعه. اما بقى بالنسبه لمواعيد الحضور والانصراف، فاهم؟ ايوه فندم. فاهم يا استاذ سعيد؟ ايوه فندم. الحضور والانصراف، فانا هنسى كل اللي كان بيحصل قبل كده، ودفتر الحضور والانصراف هيكون في مكتبي انا، عندي انا، وكل الموظفين هيوقعوا قدامي
لاني حاجي قبل اي موظف وحمشي اخر واحد. ودلوقتي تتفضلوا بقى وتقدروا تروحوا مكاتبكم. يلا اتفضلوا.